يو الدراري السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ستويج ارت في الموسم قيش عاقل الرقم شهر. لصالح حق والد، مدينة طنجة، 29 سنة، مجموعة الدائر. الرب صراحة بديناها يعني كهواية، بدينا في 2005 ودرجة درجة حسن. اليوم احنا ماشيين في النيفو من ناحية الناس اللي كتسيبورتي لصالح الحق، العائلة الصغرى والعائلة الكبرى، العائلة الكبرى اللي فيها بزاف منهم الديريكتور ديالنا هو معنا هنايا عادل المنقدور، تحية ليلو، منه الجيش كبير، دراري الصوت، دراري الصورة، وتحية لدراري هيركوليس. من ناحية المشكل اللي كان وقع علي صامد، انا ما كنتش في ديك الساعه، ما كنتش يعني في ساعه الحادثه، ولكن كنتصل بيه واحد الصديق ديالي ومشيت غير باش نشوف شنو كاين. صدقنا في مشاكل وقعوا بزاف د الحوايج اللي الحمد لله على كل حال. من ناحيه علي صامد في اوروبا بالعكس بكل فرح، وهذاك افتخار لينا، وراه كيزيد يكمل على داكشي اللي قلنا، كيزيد يكبر الجيش وكيزيد يوصل الميساج والعقبه لينا ان شاء الله. وراه ديجا طلع اللوك وهبط، والنوبه ديالي ان شاء الله قريبه، استناونا في اوروبا. شوف، هي الاختصار ديال الدائل هي درب الليل، والمعنى ديال الدائل راه اسلوب حياه، راه عائله، راه فيها بزاف. الا جينا نهضروا خصنا انترفيو كامل على الدائل. الدائل درب الليل هذاك الاختصار، ولكن المعنى ديالها اولا الناس ديالها اولا الجيش ديالها، راه ماشي اي واحد كيربي من الدائل، راه العائله الكبرى. فهمت؟ هي من ناحيه السوابق، السوابق اي واحد كيقوز من واحد المرحله الطيش، اي واحد كيكون صغير، اي واحد كيكون كيتعاطى مخدرات كيقوز من واحد الطريق. كاينه حاجه وحده، كاين اللي كيمشي في ديك الطريق وكيستحلاها، وهذاك هو الغلط الكبير، وكاين اللي كيمشي في ديك الطريق وكيتنادم مع الحال وكيرجع. وميساج لاي واحد يعني يا مسجون يا باقي متاثر بالحبس، يبعد من ديك الطريق، راه ماشي مزيان، حيت كاينه الطريق ديال اليمن واعره، وثقوا بيا الدراري راه مزيان، راه جربنا اليسار ودابا الحمد لله حنا في اليمن. اليمن مزيان، الصلاه والعباده والرياضة ضروري. أكول ذا كاب سايتون بوليس، شنو غادي نقول لك؟ هي أغنية من الأغاني اللي كان فسخروا بها ومن الأعمال الناجحة ديال الجروب. جبد لنا بزاف ديال المشاكل مع السلطة صراحة، فهمتي؟ غير مع السلطة، فهمتي؟ أما من ناحية مع الشعب راه بالعكس، الشعب راه فابور لنا وكيعجبوه في هذاك الشيء، ودائما عيطون بوليس. عندك دابا الله يحفظنا عيطون بوليس. لك مستر كريزي مني جا مره وحده بان له رجال وصدق بوري داخ، ما بقيتش عارف كيفاش رجع كيشوفنا. المهم حنا كنشوفوه كما جا النهار الاول، عثمان الدريري نقي زوين كيدير الموسيقى، هادشي اللي خصو يبقى فيه، فهمتي؟ اما باش يدوخ ويمشي مع الواد راه غيغرق. احسن رابور في طنجه، احسن رابور في طنجه بكل تواضع لصالح الحق. شوف، هي الصراحة الكومبيتيسيون اللي عملنا دي تجربة واعرة، ودينا من الناس احنا بزاف ديال الاكسبيريونس، وخرجوا منا دراري واعرين، وخرجوا منا شي كسالة كيبغيو يكلاشيونا. دوك راه ديك الساعة غادي نشوفوا معاهم زاوما ان شاء الله. ما كنظنش مرة لا موسيقيا ولا فكريا ولا كذا، كنبقاو بعادي. المونتاليتي ديالو في شكل والبيئة ديالو في شكل، وحنا المونتاليتي ديالنا في شكل والموسيقى ديالنا في شكل، نقدروا ما نتلاقاوش، فهمت؟ ما كنظنش مره لا مستقبلا ولا ما كنظنش محال. ابار الرب انا يعني ما عنديش شي فكره على الكارير ديالو مزيان كيفاش عامله، ولكن الموسيقى ديالو اللي كنسمع مره غير الغنى. يقدر يكون مثلا راب سينغين، الا كان هو كيقول كي رابي راه هذاك غنسميوه راب سينغين، فهمت؟ يعني الراب مغني. شو هي من ناحيه ستيل، بالنسبه لي انا الراب راه مراطين بالراب، فهمتي؟ وراه خدمنا الدياسك بلا حساب، بعدا اعوذ بالله مقول انا ما عرفتش شحال عندي الدياسك الكليباس، كنظن ناس اللي ود انترفيو غادي نحسبهم ان شاء الله باش نبقى عارف شحال عندي الكليباس. والراب بصفه عامه في المغرب ما كيمشيش بعيد، وانا بيني مع راسي مع يعني بيني مع راسي مع الموسيقى ديالي في الاستوديو، ورجعت كنقنط من الراب، فهمتي؟ اللي حاولت نتوجه لحاجه اخرى اللي ما كنعرفهاش، اما ستيلات ولا التكنيكات اولا الفلو اولا داكشي، راه كامل جوزنا فيه وديك التجربه كامل عرفناها، والحمد لله راه باين داكشي، فهمتي؟ غير في الارشيف راه باين جميع ستيلات خدمناهم بالراب. دابا كنحاولوا نطوروا راسنا في حاجات اخرين، اوتوتين، نوطا، لاغام، شحال من حاجه يعني كاع ما كنعرفوها، دابا الحمد لله رجعنا كنعرفوها، وباقي غادي نزيدوا نتعمقوا في هادشي الموسيقى.
صراحه غادي نقول لك من ناحيه مسلم كيبقى يعني من اعمده الراب المغربي، يعني من الدراري اللي بداو في الاول وباقيين دابا عاطيين الشحط، كنفتخروا به ملي راه ولد المدينه ديالنا. شخصيا كتبقى الشخصيه ديالو يجوجها ولا يطلق ولا ديك حتى دخل حنايا فيها وتا بيبليك ما عنده حتى شي دخل في ديك الشيء، ريسبكت هادشي اللي كاين. كنتسناو الجديد ديالو الا كان غيخدم شي حاجه. ناحيه الجديد كاين ان شاء الله شي حاجه ما جا في الطريق، شي حاجه صداع باقي غتعرفوها وماشي بزاف. لونسينا واحد الكليب بابور الليل ديريكت دواي عادل بن قدور برود سبارك البلاك دي اير فور لايف اللي في برودكشن من دائما. ستريت ارت كاملين وي ار ستريت ارت اخي، ستريت ارت موفمون دراب في المغرب تبارك الله عليهم، دراري واعرين وكنتسناو منهم يزيدوا يكملوا حتى هادشي هذا راه مزيان. هادشي هذا هو الانرجي دروا با، يعني ملي كتكون شي عداسه كتبع داكشي اللي كيعملوا روا با راه كيزيدوا يتحمسوا، هذه هي الانرجي. وستريت ارت هي الشارجور دروا با، وراه لونصات شحال من واحد كاع ما كنا كنعرفوه حنا في الشمال شفناه في ستريت ارت.